كان يكون خاص بالجزء بس بتاع التدريب أو إن إحنا خدنا الأسبوع اللي فات. الامتحان ده إن شاء الله هينزل يوم الاثنين القادم وهيتسجل يوم الأربعاء الساعة 5. هقول لكم طريقة التسليم هتبقى إزاي، سواء على الميل أو على الواتس، هقول لكم إن شاء الله هتبقى بعد. الامتحان عندي بيتكون من 800 دي و2 دي و1 دي. طبعا أنت في الامتحان بتكتب اسم الكلمة وتكتب تاريخ التسليم اللي هو بيقول سواء المرفع او المتابع تمام، وعندك اللي هو الجزء اللي تحت اللي هو التكنيك اللي انت الجزء اللي انت هتحتاجه تتعلم عليه وتكتب البيت نفسك تمام. وبعدين هتكتب بقى اسمك الاسم سنين والسبيكر بتاعك وتاريخ التسليم انت. طبعا الامتحان ده كله انت هتكتبه عادي باللغه او القلم، يعني بتاع ده الامتحان البي دي اف ده او اللي هو الصوت ده انت هتطبعه وتكتب الكلام ده كده وترجع تطبعه تاني تطبعه لي تاني على الميل او على الكلام اللي هتطبعه ان شاء الله تمام. فالكلام ده كله يتكتب ايدك ما يتكتبش كل الكلام ده انت هتكتبه ايدك تمام، وبعد كده تبعتهولي على الميل. طيب تعالى نشرح كده السؤال الاولاني. عندك ده طبعا هو السيناريو. عندك بقى السؤال الاولاني بيقول لك السيكونس اوف ايفاليشن اوف ايديال فيبر كونديشن سايكل، هتشرح لي ضابط الفيبر كونديشن سايكل في النقط الاتيه. اولا هتشرح لي السايكل ديت ماشيه ازاي، طريقه عمل السايكل طبعا نزل ايه الاوبجيكتور، يعني لازم تقسم السايكل اللي هي الكمبريسور والكوندنسر والايفابوريتور والكلام ده كله انا بقطع منهم جمله تقسمها لي بالنقط مش عارف ايه الكلام ده. وبعد كده تقول لي الهاي بريشر اند لو بريشر ريجن اللي هي في عندك اثنين بيبقى هاي بريشر والجزئين اللي هم يبقى لو بريشر، الجزئين اللي فوق بيبقى هاي بريشر والجزئين تحت ايه بيبقى لو بريشر. فتحللهم لي كده عرفت بنقط بس ايه ده المنطقه الهاي بريشر دي منطقه ايه اللو بريشر تمام. وبعد كده تقول لي السايكل تبدا ترسم لي بقى السايكل على بعدين شو سايكل قول تي اس دايجرام، بعد كده ترسم لي السايكل على اللي هو تي اس دايجرام والساتوريشن لاينز. الساتوريشن لاينز اللي هي الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر اللي هي الساتوريشن لاينز اللي احنا عارفينها ديت اللي هو البي 1. ده سؤال بي 1 ما فيهوش مشكله. طيب البي 2 بقى، البي 2 مساله عاديه جدا يعني تقريبا من المسائل اللي بيحطوها من شيت. بيقول لك انا عندي ريفريجر كلير بعض الاحيان بيدخل الكمبريسور عند ساتوريتد سوبر هيتد فيبر عند 14% ميجا باسكال سالب 10 درجه سيليزيه والريت اوف كذا، وبعد كده بيغادر الكمبريسور عند 8.10 ميجا باسكال 50 درجه سيليزيه. وقال لك الريفريجرنت ده انا بغطسه في الكمبريسور لغايه 26 درجه سيليزيه و72% ميجا باسكال، وبعد كده عملت له ثروتلد فوق 15% ميجا باسكال تمام. يقول لك ده عايز منك ايه؟ الكوندنسر والايفابوريتور بريشر اللي هو الضغط الكوندنسر والضغط الايفابوريتور، وعايز منك رقم اثنين الريت اوف هيت ريموفر فروم ذا ريفريجريتد سبيس اللي هي الكيو بتاعت الايفابوريتور، وعاوز منك الكمبريسور باور اللي هي الشغل بتاع الكمبريسور والايزوفوبيك افشنسي. ليه ايزوفوبيك افشنسي هنا؟ لان اصلا انت خلي بالك لما تيجي تشوف نقطه الدخول بتاع الكمبريسور تمام هتبقى مختلفه يعني تمام، اللي هي نقطه اثنين هتبقى مختلفه. فعشان كده هنا في عندك اثنين واثنين داش او اثنين واثنين اس، فهتقول بقى الافشنس بتاع الكمبريسور بتساوي اتش 2 اس على اتش 1 على اتش 2 ناقص اتش 1 اللي هي زي ما انت خدتوها في السكشن. عايز بقى تاني حاجه الكوفيشنت اوف برفورمانس رقم 5. عايز منك رقم 6 الجاز تمبريتشر، الجاز تمبريتشر والجاز تريد فوليوم اند الانتري ادز اوت اوف كومبريشن بروسيس، يعني عند نهايه الكمبريشن نهايه الكمبريشن بروسيس عايز منك الجاز تمبريتشر بكام تمام اللي هي ضغط حراره الجاز بكام، والجاز سبيسيفيك فوليوم السبيسيفيك فوليوم بكام، والانتروبي اللي هي الاس بكام تمام. رقم 7 بقى عايز الكواليتي اوف ريفريجرنت از ذا اند اوف ثروتلينج بروسيس اللي هي عامله تطبع، يعني هتجيب لي الاكس بتاع نقطه 4. طبعا المساله مساله بسيطه جدا بس انت بس ايه ركز فيها. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بقى بيقول لك انا عايز ديسكاس ذا ميثود ذات بروفايد هيت اكسشينجر، هتشرح لي بقى اللي هو الهيت اكسشينجر ازاي بيعمل امبروف للكوفيشنت اوف برفورمانس. هتشرحه كالاتي، اولا هترسم ذا هولي اوت دايجرام فور ذا كومبوننت اوف ذيس ميثود سايكل، هترسم لي اللي هو الهيت اكسشينجر مع الضغط ده الريديكاتيف او مع الاربع كومبوننت ده اللي هي الرسمه العاديه.
اللي هي الرسمة العادية يعني الكمبيوتر والكمبيوتر بتاعتي مع الشجرة. السؤال الثاني بقى هتقسم السايكل على الفي اتش دايجرام تمام. رقم ثلاثة بيقول لك اتس بين ذا مين فانكشن اوف ذا اتش تشينجر، هتقول لي بقى ايه هو الهدف الاساسي من اللي هو المبادئ الحراري. ده بالنسبة للدي بي الدي بي اس. طيب تعالى بقى نخش كده على الدي 4 5 و6. الدي 4 5 و6 يعتبروا اسئلة نظري يعني. بيقول لك سيلين ذا فانكشن اوف ذا كومبريسور، هتقول لك عاوز اللي هو اهمية الكومبريسور في السيمبل فيب كومبريشن سايكل. اند وبعد كده هتشرح لي وذ ذا دايجرام، تشرح لي مع الرسم اللي هو اهميه او طريقه عمل السوبرهيتنج كومبريسور اللي هو الضغط التراكمي. هو طبعا للرسمه للكومبوننتس لما تيجي ترسمها تبقى للرسمه للكومبوننتس تمام، وطريقه شرحه او طريقه عمله عامله ازاي. تاني حاجه بيقول لك اكسبلين ذا ايج اوف دايجرام ذا اوبريشن برنسبلز اوف ذا ايفابوريتد كوندنسر، هتشرح لي اللي هي الايفابوريتد كوندنسر ده بيشتغل ازاي، تشرحه لي بالرسم بتاعك تمام. رقم ثلاثة بيقول لك انا عايز اكسبلين ذا ريليشن بتوين سي او بي اوف ذا ريفريجريشن سايكل اند سي او بي اوف ذا هيت بامب باي يوزنج ايكويشنز اند دايجرام تو فاينل انسر. يعني انت هتشرح لي العلاقه بين اللي هو السي او بي بتاع الهيت بامب والسي او بي بتاع الريفريجريشن سايكل ده بالرسم، يعني لازم ترسم لي تمام. ديت لازم تكون طبعا اسيوم ذا تو سايكلز ار روكينج، يعني التو سايكلز يعني عند نفس السايكل دي طبعا اللي احنا كنا خدناها في اول سيكشن خالص لو الناس تفتكر يعني تمام. طبعا بتجيب لي بقى اللي هي الاسباب بتاع السي او بي بتاع اللي هي اللي هي بامب بيساوي مش عارف واحد السي او بي بتاع اللي هو اللي طبعا الاسباب ده هتلاقيها برضه موجوده عندك في الورق، موجوده عندك في كل حاجه. وخدنا السيكشن ده دي 7 بقى ودي 8. بيقول لك اتس بلينز افكت اوف از انكريزنج ذا اتموسفيريك تمبريتشر اراوند ذا كوندنسر، يعني هتقول لي ايه هو تاثير زياده درجه الحراره حوالين الكوندنسر تمام اون ذا كوفيشنت اوف بوفورمنس اوف اسيمبل فيبر كوندنسر. يعني انت هتقول تشرح لي تاثير درجه الحراره لما درجه الحراره بتزيد تمام حوالين الكوندنسر لما درجه الحراره بتزيد حوالين الكوندنسر ايه اللي بيحصل تمام. هتشرحها لي عن طريق المعادلات وعن طريق البي اتش دايجرام زي ما احنا برضه خدنا في في السكشن تمام. اشرحها لي تاني اقول تاني بالمعادلات، يعني الكيو بتاع الايفابوريتر هتزيد او الشغل بتاع الكوندنسر هتزيد والسي او بي في الاخر هيحصل لها ايه تمام. وتوضح لي الكلام ده على البي اتش دايجرام تمام. ده بالنسبه لبي 7 وبي 8. تعالى بقى للسؤال بتاع الام 2. السؤال بتاع الام 2 برضه كله نظري. بيقول لك apply a rate method to find the relationship between parameters that carrier tube depend on. يعني قول لي دلوقتي ال carrier tube دي بتعتمد على ايه تمام. طبعا كان في معادله احنا كنا خدناها كده بتاعه الدلتا دي بتساوي الاف ال دي بتاع على كيو جي دي تمام. فانت هتقول لي ال carrier tube دي بتعتمد على ايه تمام، وهتقول لي support the new answer by using equation بوصف المعادلات قد الاكسبريشن. يعني في عندك ثلاث معادلات الكونتينيوتي ايكويشن واللي هي المعادله بتاع البريشر لوس اللي احنا كنا خدناها بتاعت الدكه دي، واخر معادله بقى اللي هي بتاعت برنول ايكويشن. فانت عن طريق المعادلات دي هتقول لي بقى طب الكارير تيوب لما بتضيق لما بتضيق افضل ولا لما بتضيق افضل، تعرف ايه اللي هي الحاجات دي كلها اللي احنا خدناها في السكشن وبرضه هتلاقيها موجوده في الورق بس احنا كنا خدناها في السكشن افضل. يعني بيقول لك بقى اكسبلين وذ ذا ايد اوف دي اتش دايجرام ليه الكوندنسر بيبقى اكبر من الايفابوريتور ان فيبر كومبريشن سايكل، وبعدين هتشرح لي فايده الكوندنسر. طبعا تشرح لي الكلام ده عن طريق البي اتش دايجرام لان احنا برضه خدنا ليه الكوندنسر بيبقى اكبر ليه من الايفابوريتور تمام. وبعد كده هتشرح لي المين فانكشن اوف ذا كوندنسر، ايه هو الهدف الاساسي بتاع الكوندنسر. احنا قلنا الكوندنسر بيعمل حاجتين فالناس ايه يشوف الكلام ده ويستفيد. تالت حاجة بيقول لك درو ذا دايجرام اوف ذا اكشوال ديفيجن سايكل ويز اديشنال اكسسوارز. يعني انت دلوقتي هترسم لي اللي هي الديفيجن سيستم اللي هي فيها ايه؟ اللي هي العادي الكوندنسر والايفابوريتور وال الكوندنسر والايفابوريتور والكوندنسر والكابلر تيوب تمام؟ وبعد كده هترسمها لي مع الريسيفر اللي هي بقى الاجزاء الخمسه. هذا واحد ريسيفر والاتوميت والمجمع والفلتر والالترا، يعني اربع حاجات تمام؟ يعني انت هترسم لي الحاجات دي مع الحاجات الباقيه دي، يعني انت عندك تبقى في عندك فيك عندك كام جزء؟ الاربع اجزاء اللي احنا عارفينهم مع واحد اثنين ثلاثه اربعه. يعني كده كام؟ ثمان اجزاء. طب الاجزاء دي مش هترسمهم ازاي؟ يعني الريسيفر بقى هتحطه قبل الكمبريسور ولا بعد الكمبريسور ولا فين؟ الاكيوميليتور برضه هتحط
الكمبريسور ولا بعد الكمبريسور ولا قبل الكوندنسر ولا بعد الكوندنسر، على حسب الرسمه انت هتحطها مكانها فين بالظبط. فانت الهدف الاساسي من الرسمه دي، الهدف الاساسي من الرسمه دي ان انت تحط الاجزاء بتاعتك تحطها في اي مكان بالظبط في البتاع. تمام. الفلتر والاويل باد برضه نفس الكلام، شوف انت هتحطهم فين على حسب الشرح اللي احنا قلناه. رقم اربعه بقى بيقول لك اكسبيرينس ذا ايد اوف دروينج ذا اوبريشن برنسبلز اوف ثيرموستاتيك اكسبانشن فالف. هترسم لي الرسمه بتاعت الثيرموستاتيك اكسبانشن فالف، تمام، الرسمه اللي احنا خدناها برضه في السكشن، وتقول لي الشرح بتاعها عامل ازاي. ده بالنسبه للام 2. تعالى بقى بالنسبه للام 3. الام 3 دي مساله عاديه خالص يعني، فالناس تشوف المساله دي اقرا المساله كويس تمام وحلها برضه عاديه زي المساله اللي تحطها في الشيت وعادي زي المساله اللي تحطها في السكشن. بالنسبه بقى للسؤال بتاع الدي، السؤال بتاع الدي طويل شويه بس سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. السؤال بتاع الدي انت بتتكلم على الكاسكيد سيستم، تمام. انت بقى في الكاسكيد سيستم، انا بس خلي بالك يعني المساله دي واضحه انت بتحط سيكشن بس فيها حاجه بسيطه يعني، فالناس ايه تقراها كويس جدا تمام وتحاول تجاوب باسلوب كويس. اول حاجه عايز منك هترسم الدرو لي اوت دايجرام فور ذا سايكل، اللي هي الدايجرام اللي هي ترسم السايكل ذات نفسها، مش عارف ايش دايجرام، لا طيب ذات نفسها اللي هي الكوندنسر والريت ومش عارف ايه والحاجات ديت، اللي هي الرسمه بتاعت الكاسكيد سيستم تمام. طبعا برضه احنا كنا خدناها فيديو في الاسبوع اللي فات. وبعد كده بقى ترسم السايكل على البي اتش دايجرام وعلى التي اس دايجرام. خلي بالك ترسمها على البي اتش وعلى التي اس، يعني لو حد رسمها على التي اس دايجرام تبقى غلط. لا لازم ترسمها على الاثنين. ترسم على دي الاول بي اتش دايجرام وبعد كده ترسمها على التي اس دايجرام. بعد كده عايز منك بقى الفوليوم، خلي بالك الفوليوم فلو ريت اوف ذا ريفريجرنت ثرو ذا اور سايكل. عايزك منك الفوليوم فلو ريت مش الماس فلو ريت، الفوليوم فلو ريت. عايز منك بقى الريت اوف هيت ريموفال فروم ذا ريفريجرنت اللي هي الكيو بتاع الريفريجريتور. بعد كده عندك عاوز الشغل بتاع الكمبيوتر، وعاوز منك بقى السي او بي بتاع اللي هو السايكل. وبعد كده رقم سبعه عايز منك تشرح لي بقى السيرفين هاو كاسكيد سيستم امبروف ذا كوفيشنت اوف برفورمانس كومبيرد ويز سنجل فيجر كوفيشنت سيستم. يعني ازاي كاسكيد سيستم دي بتعمل لي تحسن في ايه؟ في السي او بي. ازاي بتعمل لي تحسن في السي او بي؟ فتشرح لي الكلام ده. ممكن تعمل سيرش على النت تعرف ازاي بتعمل لك تحسن وتدي الكلام ده. برضه الكلام ده احنا خدناه في السكشن، لو الناس تتابع السكشن اللي احنا خدناه هتلاقيك برضه احنا خدناه في السكشن، وعلى يعني على السايكل ده كنت ممكن تشرحها كمان على السايكل بس مش على تي اس دايجرام. وبعد كده هتبدا بقى تطبق لي الفيرست لو اوف ثيرمو دايناميك لايه بقى؟ لكذا جزء. اولا الكمبريسور، طبعا الفيرست لو اوف ثيرمو دايناميك ده واضح شرحناه الاسبوع اللي فات في الفيديو، على الكمبريسور وعلى الايفابوريتور ده واحد اثنين، وعلى الاكسبانشن فالف، وبعدين على الكوندنسر في اربع اجزاء، وبعد كده اخر جزء عايزين تشوف يعني. طبعا دي الشيء بتاع الكاسكيد سيستم وزود اني كالكوليشن، ما تعملش اي اختلاف بس انت طبق لي قانون اول الكم دايناميك على الكام دوت على الخمس اجزاء. وكده يبقى الامتحان خلص، واتمنى